حلم كبير يراود مرتادي هذا الطريق الحيوي بولاية سعيدة الذي يمتد على مسافة 38 كيلومتر بأن يتحول إلى مزدوج في ظل الحوادث التي أصبحت تحصد العديد من الأرواح. فرغم انطلاق الأشغال به إلا أنه عرف تأخرا كبيرا في الإنجاز. هذا الطريق الوطني رقم 6، أنا مواطن يعني كل يوم معه، فيه كواريت كحلة، بدا هو وتاع البيض، عاد بدا تاع البيض موراه، تاع البيض كملوا، وحنا راك تشوف راه مازال راهم في دو موا ولا تروا موا جات لونتربريز، مازال ما خدمش بالك 500 متر. ليها تخبر راه غير قاعدة غير يخدموا فيها خدمة عيانة، غير نهار يخدموا على نهار ما يخدموش، الطريقة راه شحال من عام راه غير أنا ذوك ذوك تحلوا هذوك حلوها ما كانش. تذمر كبير وسط سائقي المركبات بعد أن طالت الأشغال. فمنذ الانطلاق سنة 2021 في الشطر الأول منه والممتد من بلدية عين الحجرة مطلاس على مسافة 20 كيلومتر لم تنتهي إلى يومنا هذا. مشروع تاع الطريق المزدوج هذا حاجة زينة، حاجة زينة للسائقين وكلش، هذا الطريق راه واعرة في المشتى، بصح المشروع هذا راه فيه 3 سنين ملي قالوا عليه وانجاجوا فيه وما كانش. شوفوا اليوم راه فيه مؤسسة عمومية لاباس بها كوسيدير راح تتكفل بهذا المشروع. المرحلة الأولى إن شاء الله من جونفي 2024 نكملوا 8 كيلومترات الأولى، والباقي إن شاء الله نكملوه فيما بعد. أمل المواطنين اليوم هو الإسراع في وتيرة الإنجاز لما تعرفه هذه الطريق من حركية كبيرة طوال السنة، وبالإضافة إلى تقليل حوادث المرور سيتحول إلى شريان تجري من خلاله دماء التنمية.